هادي إيمان أكبر مجتهدة في مدينة طنجة. واخا كتحماق على شي حاجة سميتها سناب شات وإنستغرام، القراية عندها هي أهم حاجة في حياتها. وهاد الأيام بدات كتشدها القفقة فهاد الباك، وحتى شنو غدير من مورا الباك. إيمان عندها طموح كبير، ما كرهاتش تقرا لاركيتكتور، وكيل الوالدة ديالها بغات تشوفها طبيبة بحالها وربي كبير. إيمان جلست مع راسها وقالت اش غندير ما ندير، وهي طيح عليها واحد الفكرة، تشارك في القافلة الجامعة الدولية للرباط اللي كتزور عدد من المدن المغربية وفيها بزاف الموجهين اللي كيعاونوا الطلبة والتلاميذ في التوجيه الدراسي ديالهم. ايوا ديروا حتى نتوما بحال إيمان واجيو لابروشين ايتاب ديال لو يغتور طنجي نهار السبت 15 فيفري ابتداء من 10 الصباح في اوتيل هيلتون غاردن إن.